أستاذة إيمان في صلاة العصر إنها بتصلي بتيجي في الركعة الثانية بتقرأ الفاتحة دون سورة أخرى، فبتقول هل صلاتها سليمة ولا لا؟ يعني عشان يبقى فاهمين الأمر ده، إنه قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة عموما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة من المستحبات وليس من الواجبات. لما نقول إنها من المستحبات وليس من الواجبات، يعني لو أنا اكتفيت بقراءة الفاتحة حتى في الأربع ركعات صلاتي سليمة ولا شيء في ذلك؟ صاحبة السؤال أستاذة إيمان.